İşim. Niye bağırıyorsun ona? Niye aşkım niye? Yaş yaş yaş. Gel aç. Gel aç. Gel bir şey şey yap. Gel aç. 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 Bravo. Der Zug. Ria. Wow. Baba. Ne kadar güzelsin ya. Hayır, yapma. Hayır, fakat sen brr. Brr. Hayır, yapma. Hayır kızım. Bakın benim. Ne bileyim ne bileyim. Am. كتجي معايا ديما شي حاجه اللي نحطها كامل تحت باش هكا ما نحطاش ديريكت على البلاصه ها انا سن هادي قول لهم باي 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 خالتي رحتي ان شاء الله نعس ونرجع ليكم اساسي حيت البارح بالليل جينا عيالي فما قدرتش نجهز كلشي بالليل اما نورمالمون انا كنجهز داكشي قبل بالنهار فصبحنا الحمد لله بعدا نعسنا نعسنا مزيان الله يرضي على بنيتي يلا صافي دابا فطرت يلا خديت الدواء ديالي تسنيت واحد نص ساعه المشكل هاد الدواء ضروري خصك تسنى نص ساعه نص ساعه ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات الحمد لله وفضل الله وجدنا هذا داكشي قسم الله غير حيت نتلالو شويه ديال الجبان ما عرفتش كيف داكشي وشويه ديال البيض والخبز طبيعه الحال السخون جيبو عالو جيبو عالي لا بنت ها ها الجوع الجوع
السلام عليكم اخواني، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. انا صوت رايح لي بس انا اللي نايمه، احيت ريا نايمه هو الصديق وينك ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف حالكم اخواني؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ايوه مثل ما شرحت النايمه نفس الشيء، انا كنت معها فقط. ردة الفعل يعني كان كنقول لها في الفيديو انت ما كيدير ليا بحال ما عرفت ما عرفتش. يلا وين نفطرو وان شاء الله تكونوا معنا النهار ديالنا على طبيعتها. خليكم معنا. ايمه انا رجعت لكم. المهم سينا الفطور ديالنا وكلشي، المهم درنا واحد بيتسي صافي غير جلسنا وخلاص، مشينا ارتاحينا شي شويه. المهم واحد شويه ان شاء الله غادي نشرب الشوربه ديالي. رويا راه منين دخلنا للدار، حيت اصلا قبل ما نمشي ديما البنات قبل ما نمشي عند الطبيب ديما كنعطيها تاكل مزيان باش حتى الا جاها النعاس من بعد البرا ولا شي حاجه ترتاح ما تبكي ما حتى شي حاجه. ولا شي كي المهم دابا يلاه فقط ليا منين جينا دابا تقريبا ساعتين حنا باش جينا الحمد لله بعدا نعسات دابا نعطيها ترضع وكلشي. والدنيا اصلا مغيمه، الدنيا شويه ماشي لهيه، نمشي نعتني بها. المهم شاك معكم ايضا الدواء اللي خرجت لي الطبيبه على قبل الرؤية، الحمد لله هي ما بها حتى شي حاجه، ولكن قالت لينا بلي هاد الدواء كيتعطى لاي بيبي باقي في العمر ديالها، الدواء ديال الدم. انا غادي نشرح لكم. والحمد لله بفضل الله الامور كامله مزيانه، الامور كامله طيبه. الله يحفظها لينا. هانتوما البنات هذا هو الدواء اللي عطات لي الطبيبه. هاد الدواء كيتعطى البيبي قد رؤية في 4 شهور الفوق باش هكا البيبي ما يتصابش بفقر الدم. فوالا هادشي اللي كاين. المهم هذا هو الدواء اللي عطات ليا. المهم انا كنشارك معكم كلشي الا كنت غادي نمشي لديك البران بنتي باش هكا تعرفوا نتوما شنو كيتساينكم بالنسبه للامهات الجداد. بالنسبه لينا حنا دقينا جوج البراوات، وحده في الرجيله طبعا، وحده في اليمين وحده في اليسار، والحمد لله بفضل الله بكات شي شويه وصافي. البنات الصغار صافي مره ثانيه مره ثالثه صافي كيكونوا مولفوا البراوات. ايوا هادشي اللي كاين. المهم اليوم ان شاء الله غادي ندير الغداء ديالي ان شاء الله غدي، وسهله مهله ندير شويه ديال المريقه توحشناها مش حال هذا ما بقينا كليناها. وصافي درت الغسيل ديال رويا حتى هما يتصبنوا صافي. هذا ما كان الناس بس بدا رويا تحيح علينا، نمشيو نعطيوها تاكل ونرجع لكم ان شاء الله نكمل معكم الفيديو.
ومن البنات وليت دايره واحد الميثود، ما بقيتش كندير كيف ما داجا شرحت لكم قبل بدات في الفيديو قبل، ما بقيتش كندير الشقه كامل، فين ما نشوف شي غبره كنمسحها يعني شويه بشويه، حتى كدوز ديك السمك كنلقى الدار كامله مجموعه مخمله. ولكن كل نهار واش كندير، كل نهار كندير شويه. المهم هنا كيف ما شفتوا معايا مسحت باللانجيت، مسحت الكراسه، ولا مره مسحتهم البنات فلقيتهم مغبرين بحكم الارضيه كتوسخ، وهما ديريكت على الارضيه ما حطاش لهم دوك كاين ايضا دوك البوجات اللي كيتحطوا تحت الكراسه، فما حطاش لهم انا شي حاجه. فالمهم مسحتهم هكا باللانجيت طلع منهم واحد البركه. ايوا هادشي كاين. المهم اول حاجه قبل ما نغسل ولا قبل ما نمسح الارضيه ديما كنشطبها، سواء بالمكنسه الكهربائيه ولا بالشطابه هكا عاديه، وانا كتجيني احسن الشطابه العاديه احسن. وصافي من هنا كنبدا نعقم الارض الناس بهاد الماكينه ديال البخار، واعره 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 البنات بزاف، يعني كتجبد الوسخ اكثر من الجفاف. الصراحه زوينه بزاف وميم براتيك وسهله وكتنقي دارك 10 دقائق. يا سلام البنات والله الا غزاله غزاله غزاله. في عندها بزاف ديال الاستعمالات، نقفها الارضيه، نقفها الباركيت، وعندها بزاف ديال الريوسه البنات. تنشاركهم معكم ان شاء الله في الفيديوهات الماجيه الى كتب الله.